شكرا لحضرتك. ومشاهدينا اسيبكم دلوقتي مع تقرير، واحب اقول ان اكتر حاجه بتفرح الانسان لما يكون ناجح، لما يكون متفوق في حياته، والدراسه طبعا من اهم المراحل في حياه الانسان، والنجاح والتفوق فيها بيبقى ليه طعم حلو ما بيعرفوش غير اللي جربه فعلا. احنا هنشوف مع بعض دلوقتي نموذج للتفوق في الثانويه الفندقيه، ازاي كان طريق النجاح، ايه دور المدرسه والاساتذه في التفوق. تعالوا نشوف مع بعض التقرير. النهارده في مدارس سحاب الفندقيه جايين نعرف اكتر عن المدارس الفندقيه، لان احنا هنا في مصر مش كتير يعرفوا ايه هي المدارس الفندقيه دي. احنا طبعا بلد سياحه، فمحتاجين نركز على المدارس الفندقيه، فجايين نقابل الطالبه وسام والطالبه دينا الاولى والثانيه على الجمهوريه. كلمونا كان ايه دور المدرسه في نجاحهم وان هم يطلعوا من الاوائل على الجمهوريه، ويدونا نبذه اكتر عن التعليم الفندقي في مصر ويعرفونا ايه هو. النهارده معانا دينا مصطفى زينهم الاولى على الجمهوريه، فعايزين بقى نتكلم معاها ونشوف مشوارها كان عامل ازاي. ازيك يا دينا، عامله ايه؟ الحمد لله كويس. قولي بقى الاول، انت جبتي كام؟ انا جبت في الاعداديه 98%. طب ايه بقى اللي خلاكي تختاري، ما شاء الله انت جايبه مجموع عالي جدا، يعني ايه اللي خلاكي تخشي مدرسه فندقيه ما اتجهتيش للثانوي العام؟ انا عشان بحب السياحه وكنت عايزه اشتغل في كارير السياحه، فانا اخترت اللي هو مدارس سياحه وفنادق، يعني عشان ان انا ابقى بشتغل يعني عن حاجه انا عارفاها كويس. احكي لنا بقى ازاي قدرتي تجيبي 5%؟ انت الاول كدينا كده مع نفسك في المذاكره في المدرسه في البيت كنت بتعملي ايه عشان توصلي كده؟ هو الحمد لله طبعا بعد توفيق ربنا، يعني ده اول حاجه. انا كنت بنظم وقتي، وكان السنه اللي فاتت دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي الدراسه والمذاكره، عشان انا كنت حاطه هدف بالنسبه لي ان انا اطلع الاولى على الجمهوريه. طبعا المدرسه كان ليها دور مهم جدا، وانا لمست الدور ده علشان كان زي اختي كانت طالعه الثانيه على الجمهوريه سنه 2012، فانا اكتشفت اللي هو يعني المدرسه فعلا بتساعدها، ان هي يعني انا المدرسه اما لقيت ان انا دخلت بمجموع عالي اللي هو 98% من الاعداديه، هي ساعدتني وركزت عليا، وهي بتركز على كل واحد بيدخل متفوق ان هي بتعد ان هو يبقى مركز على الجمهوريه. وكان بقى ايه اللي بعد اما عرفت خلاص انت بقيت تقولي على الجمهوريه الحمد لله، ايه كان دور بقى الدوله او المدرسه او الاسره؟ كان في حد عمل حاجه مختلفه او حسيتي ان الناس مهتمه بيكي؟ طبعا هو السنه دي كمان كان في اهتمام جامد جدا بالتعليم الفني، ان في ان احنا بالسنه دي بنتكرم زي اوائل الثانويه العامه بالظبط، يعني في الرحلات الداخليه للمصانع الزيارات دي كلها احنا اوائل الدبلومات مع اوائل الثانويه العامه. وكمان في رحله بتاعت ايطاليا الباسا دي احنا كلنا هنروحها كل الاوائل، يعني مفيش تفرقه. شكرا جدا يا دينا. شكرا لحضرتك. وهنشوف بقى دلوقتي وسام اختي دينا، زي ما دينا قالت لنا المدرسه كانت وصلتها ان هي جابت مركز الثاني على الجمهوريه، فهنشوف بقى دلوقتي السنه دي هي عملت ايه في رحلتها التعليميه. واحنا دلوقتي بقى مع وسام، فنتكلم معاها برده نشوف رحلتها من اول كده بقى. ازيك يا وسام، عامله ايه؟ الحمد لله. قول لنا بقى كنت جايبه كام في اعداديه؟ 97. ما شاء الله. واحكي لنا بقى قصتك مع اختك، اكيد طبعا هي ما جت تخش بعد الاعداديه انت كنت بتشجعيها او اديتيها خبراتك برده اللي انت اكتسبتيها في السنين اللي انت كنت اكبر منها بسنتين، صح؟ فازاي بقى ساعدتيها او خليتيها تخش؟ هو اكيد كان المحاوله في ان الرغبه برده تبقى منها هي، حتى هي برده كانت متردده من ناحيه ثانوي عام او سياحه وفنادق، بس انا كنت بديها خبرتي مش اكتر. شكرا جدا يا وسام. ودلوقتي هنقعد مع مدام نعمه الحجاوي رئيس مجلس اداره، تدينا برده فكره اكبر عن المدارس الفندقيه والتعليم الفندقي، وتورينا الصوره بشكل اوضح. احنا دلوقتي مع مدام نعمه الحجاوي نائب رئيس مجلس اداره والممثل القانوني، تقول لنا بقى اكتر التعليم الفندقي عامل ازاي، والمدرسه ايه دورها هنا في التعليم الفندقي هنا؟ احنا دورنا ان احنا بنعد الطالب من ثلاث نواحي، الناحيه العلميه ودي طبعا اهم حاجه، بنراعيهم علميا خصوصا لما بنحس ان حد متفوق بنحاول نساعده انه يستمر على تفوقه وممكن يبقى اكتر كمان، ولو الطالب ضعيف جدا بنحاول برضه نرفع من مستواه، بنعمل مجموعات مجانيه، بنجيب لهم مدرسين متخصصين، وبندقق قوي في اختيار المدرسين. مثلا ما بنكتفيش بالمنهج الدراسي، يعني عندنا قسم مطبخ
جايبين لهم الشيف شربيني الأب، بيديهم علشان لما يخرجوا لسوق العمل يلاقوا مش بس الأكلات اللي موجودة في الكتاب، لا يقدر يعمل أي حاجة. عندنا قسم خدمات بنعدهم، ممكن يبقى مضيف طيران أو مضيف الطيران، ممكن يشتغلوا في قطع التذاكر، علاقات عامة، مرشد سياحي. عندنا كمان قسم المطعم بنجيب لهم الماتر دوتيل من أوتيلات الخمس نجوم، بيعلموهم الاتيكيت، ازاي يذوق الطبق، ازاي البنات بتقبل قوي على القسم ده، لانهم انت عارف برضو البنت في الاخر عايزه تتجوز وعايزه في بيتها بقى ازاي تقدم وازاي يبقى عندها اتيكيت يعني في كل حاجه. فاحنا كمان بنهتم بالناحيه الرياضيه والناحيه النفسيه. التعليم الفني بيمتاز كتير عن الثانويه العامه. اولا هو تعليم سهل، تعليم من خلاله الطالب يقدر يدخل الجامعه باسهل الطرق. الثانويه العامه زي ما احنا شايفين كل يوم مشاكل، كل يوم نسمع اللي انتحر، اللي ما جابش مجموعه وقعد طول السنه، الامتحانات الجايه مخالفه للمناهج، كل دي مشاكل بتقلب طلبه الثانويه العامه، تسريب الامتحانات. احنا في التعليم الفني ما عندناش الكلام ده خالص، بل بالعكس هو تعليم سهل وتعليم مقنن، ويا ريت ويا ريت يكون فيه اهتمام اكتر واكتر من الدوله، لسبب ان التعليم ده بيعد ناس متخصصين في كل المجالات. يعني احنا مثلا كسياحه وفنادق المفروض بتطلع طالب يقدر يشتغل مرشد سياحي، يقدر يشتغل في حجز سكر الطيران، يقدر يشتغل في العلاقات العامه، يقدر يشتغل في المطاعم، يقدر يشتغل في الشيف. فده احنا بنأهله لده، فبيبقى طالب مؤهل، بيطلع فني مؤهل علميا، مش زي ما يطلع واحد مثلا ايه بياخدها بالممارسه، لا ده بيبقى علم وممارسه. احنا بقى رايحين نشوف الاقسام العمليه، وهنخش الاول على قسم المطعم نشوف فيه. دلوقتي بقى بعد المطعم نخش نشوف كده المطبخ فيه. لما شفنا المطبخ بقى وعمل السلطه نخش نقعد في المطعم نشوف طريقه التقديم بتاعتها عامله ازاي. Thank you.